أما بفقرتنا الأخيرة، وبما أنه يوم المرأة العالمي هو اليوم نور، رح نسلط الضوء على مؤسسة مبادرة ضلع قادر، واللي هالمؤسسة يلي غيرت اتجاهها ومبادراتها بعد حدوث الزلزال لحتى تساعد وتساند الأهالي المتضررين. أكيد عفاف كثير من المبادرات اللي كانت موجودة على الأرض منذ وقوع الكارثة الإنسانية، يمكن وقفوا جميع نشاطاتهم واتجهوا نحو مد اليد العون والمساعدة لكل أهالينا المتضررين في المحافظات المنكوبة. معنا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذة ديما جراد، مؤسسة مبادرة ضلع قادر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، كل حب وخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. طبعا بنعرف انه ضلع قادر تاسست من عام 2021، يعني سنتين، يعطيكم الف عافيه. اكيد بهالسنتين حققتوا اهداف كثيره، خبرينا عن اهمها لو سمحتي. في البدايه رحم الله شهداء هذه الكارثه، الصبر والسلوان لذويهم والشفاء العاجل للجرحى. عزيزتي، المبادرة بدأت كعمل تدريبي للمرأة لتأهيلها وتمكينها نفسيا واجتماعيا وماديا، واليوم هي مبادرة كعمل تطوعي لمتضرري ومنكوبي الزلزال وعائلاتهم. هدفنا الأول كان هو الوقوف إلى جانب أخوتنا لنثبت للعالم أن سوريا كانت ولا زالت مثال للقلب الواحد واليد الواحدة. أكيد. طيب خلينا نحكي، من وقت وقوع الحادثة إلى اليوم مر أكثر من شهر، أنتم وقفتوا جميع نشاطاتكم واتجهتوا حول تقديم يد المساعدة والعون، شو اشتغلتوا خلال هيدا الشهر؟ شفنا جميع يعني عدد كثير كبير من المبادرات الإنسانية اتجهت نحو الملف الإغاثي الإنساني. هلا في البداية في كلمة للسيد ياسمين، أنا بحبها كثير، وهي كمبدأ بلشت فيه بالمبادرة. في فرق كبير بين إنه نحب بلدنا وبس، وبين إنه نحب بلدنا ونعطيها. بين إنه نحس بوجع غيرنا، وبين إنه نساعد تخفيف هالوجع. هيك تعلمنا كشعب سوري. هدفنا كان تقديم المساعدات المادية العينية ونشاطات دعم نفسي للأطفال. قمنا بتوزيع المساعدات في منطقة جبلة وريفة، المناطق المنكوبة، قبل عوامية، الصامو، وبعض مراكز الإيواء بالمحافظة والريف أيضا. عزيزتي، المساعدات كانت سلات غذائية، بطانيات، أدوية، ألبسة. المساعدات المطلوبة كنا أيضا نأمنها من خلال التعاون والتنسيق مع بعض المبادرات من البلدان الشقيقة كلبنان، وبعض المبادرات الفرديه من المحافظات السوريه كمحافظات اهل طرطوس، كمحافظه طرطوس واهالي طرطوس، وايضا من النبك. اليوم 8 اذار يوم المراه العالمي، شو هي الرساله يلي عم توجهها مبادره ضلع قادر للمراه السوريه؟ هيدا اليوم هو يوم الاعتراف بالمراه وبجهودها. هيدا اليوم هو ثمرة التقدير والاحترام على نضالها وكفاحها، وبالاخص بدي احكي عن المرأة السورية. المرأة السورية هي لفظ هين لكن معناه غالي وثمين. اصبحت مثقال ذرات الحديد على اكتافها خلال ظروف الحرب، وحبات امل على جبينها. اعطيت الحياة في هذا اليوم لانها قوية بما يكفي لتعيشها. نساء بلدي الماجدات، منارات الشرف والقدوة، حفيدات الخنساء، أقدم لكم أحر التهاني في هذا اليوم لأنه يليق بكم، لأنكم الركيزة المهمة في الحياة. أكيد. أنتن الماضي بألقه وحاضره والمستقبل بروعته. أنتن مصنع الرجال والأبطال. أنتن مفتاح النهضة والشريك الشجاع والسند القوي. صديقات السلام، كل عام جديد سعيد لجميع نساء العالم. أنتن تاج الراس والضلع القادر. كل عام وأنتن بخير وأمان.
أكيد. بالختام بدنا نتشكرك ديما جراد، مؤسسة مبادرة ضلع قادر، وأكيد بنوجه تحية لكل امرأة سورية اليوم، تحية من القلب. نحن بنكبر بكل امرأة سورية استمرت وموجودة على الأرض، تحدت كل الظروف خلال 10 سنوات من الحرب، كانت أم موجودة على الأرض، أخت، زوجة شهيد، أم شهيد، عم تقدم، عم تكون إلى جانب رجال الجيش العربي السوري يد بيد فعليا. يعني شو ما حكينا عن المرأة السورية اليوم ما بنقدر إنه فيها جزء بسيط من حقها، فتحية لكل امرأة سورية عم تتابعنا أكيد.